فآفات اللسان كثيرة ومتنوعة، ولها في القلب حلاوة، ولها بواعث من الطبع، ولا نجاة من خطرها إلا بالصمت. الصمت يجمع الهمة ويفرغ الفكر. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة، متفق عليه. وفي حديث معاذ في آخره: كف عليك هذا. فقلت: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه بإسناد حسن. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ما شيء أحوج إلى طول سجن من لسان. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: أنصف أذنيك من فمك، فإنما جعلت لك أذنان وفم واحد لتسمع أكثر مما تتكلم به. وقال مخلد بن الحسين: ما تكلمت منذ 50 سنة بكلمة أريد أن أعتذر منها. ومن آفات الكلام وبلايا اللسان الكلام فيما لا يعني. ومن عرف قدر زمانه وأنه رأس ماله لم ينفقه إلا في فائدة. وهذه المعرفة توجب حبس اللسان عن الكلام فيما لا يعني، لأنه من ترك ذكر الله تعالى واشتغل فيما لا يعنيه كان كمن قدر على أخذ جوهرة فأخذ بدلها بعرة، وهذا خسران العمر. وفي الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقيل للقمان الحكيم: ما بلغ من حكمتك؟ قال: لا أسأل عما كفيته، ولا أتكلم بما لا يعنيني. وقد روي أنه دخل على داود عليه السلام وهو يسرد درعا أن ينسجها ويصنعها، فجعل لقمان يتعجب مما رأى، فأراد أن يسأل داود عن ذلك، فمنعته حكمته فأمسك ولم يسأل. فلما فرغ داود عليه السلام قام ولبس الدرع، ثم قال: نعم الدرع للحرب. فقال لقمان: الصمت حكم وقليل فاعله. حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قال الأوزاعي: كتب إلينا عمر بن عبد العزيز رحمه الله: أما بعد، فإن من أكثر ذكر الموت رضي من الدنيا باليسير، ومن عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. فقد يتكلم المرء فيما هو مباح لا ضرر عليه فيه ولا على مسلم أصلا، إلا أنه يتكلم بما هو مستغن عنه ولا حاجة به إليه، فهو بهذا مضيع لزمانه، وهو محاسب على عمل لسانه، ومستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. لأنه لو صرف زمان الكلام إلى الفكر ربما كان ينفتح له من نفحات رحمة الله عند الفكر ما يعظم جدواه، ولو هلل الله سبحانه تعالى وذكره وسبحه وحمده لكان خيرا له. فكم من كلمة يبني بها قصرا في الجنة، واللسان شبكة يقدر أن يقتنص بها الحور، فإهماله ذلك وتضييعه خسران مبين. ومن قدر على أن يأخذ كنزا من الكنوز فأخذ مكانه حجارة لا ينتفع بها كان خاسرا خسرانا مبينا. وحد الكلام فيما لا يعنيك أن تتكلم بكلام لو سكت عنه لم تأثم ولم تستضر به في حال ولا مآل.
مثاله أن تجلس مع قوم فتذكر لهم أسفارك وما رأيت فيها من جبال وأنهار، وما وقع لك من الوقائع، وما استحسنته من المطاعم والملابس، فأنت إذا بالغت في الجهاد حتى لا يمتزج بحكايتك زيادة ولا نقصان ولا تزكية نفس، فأنت مع ذلك مضيع لزمانك، وأن تسلم من الآفات. ومن جملتها أن تسأل غيرك عما لا يعنيك، فأنت بالسؤال مضيع وقتك، وقد ألجأت صاحبك بالجواب إلى التضييع. هذا إذا كان الشيء مما يتطرق إلى السؤال عنه آفة، وأكثر الأسئلة فيها آفات. فإنك تسأل غيرك عن عبادته مثلا، فتقول له هل أنت صائم في غير رمضان؟ فإذا قال نعم كان مظهرا لعبادته، فيدخل عليه الرياء. وإن لم يدخل سقطت عبادته من ديوان السر، وعبادة السر تفضل عبادة الجهر بدرجات. وإن قال لا كان كاذبا، وإن سكت كان مستحقرا لك وتأذيت به. وإن احتال لمدافعة الجواب افتقر إلى جهد وتعب فيه، فقد عرضته بالسؤال إما للرياء وإما للكذب وإما للاستحقار أو للتعب في حيلة الدفع. وكذلك سؤالك عن سائر عباداته.